يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل عتق رقبة من القصاص يصلح أن يكون كفارة يمين؟ لا، عتق الرقبة هي من الرق، من الرق، تكون مملوكة تعتقها تكون حرة، هذا العتق الذي يكون في الكفارات. أما العفو عن من وجب عليه القصاص هذا لا يسمى عتقا، يسمى عفوا، هذا يسمى العفو. نعم.